شي ارتس او هي الفنون الفعاليه المهمه اللي بقت بتحصل في مصر لكذا مره على التوالي. شي ارتس هي الفنون هو مشروع او فعاليات بتتعمل لتشجيع الفتيات للانضمام للفنون والانخراط في كل الاعمال الفنيه، غنى، موسيقى، تمثيل، كلها بتبقى احداث بتعزم لها ناس من بره ومن جوه، شخصيات مشهوره وبنات مبتدئات. المهم انه الفعاليه دي اثبتت حضور جيد جدا السنه اللي فاتت. السنه دي بيشارك فيها 18 فعاليه من داخل ومن خارج مصر، عروض راقصه، عروض مسرحيه، عروض موسيقية دوليا ومحليا، وفي مركز التحرير الثقافي في ميدان التحرير. غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، الملكة ماي دبوراي حابس حابس انا لابس بخارتك من العين والجان ورقيتك بفسخة والبان. انا بالردات، انا ريم نبيل، انا نهى كاتو، انا ستاند اب كوميدي. المرأة مش موضوعي، انتم شايفيني فين؟ مش موضوعي، تحبوا وقت كان مش قصتي، عاملين ديدلاين امتى القصه؟ من 30 سبتمبر ل 4 اكتوبر شي ارتس هي الفنون، فعاليه جميله وبتثبت ذاتها، بتثبت وجود